إيماننا بالنار دار الكفرة حتم وبالجنة دار البررة مخلوقتان الآن لا فناء خلاف من كذبه افتراء فجنة في درجات ترقى والنار فيها دركات تلقى كلتاهما محروسة بخزنة نسأل مولانا الكريم مأمنة أبواب جنة ترى ثمانية للنار سبعة وليست فانية أول داخل الجنان مطلقا نبينا الحبيب صاحب التقى أمته الهداة سباق الأمم لجنة النعيم ما أحلى الكرم هم نصف أهلها وثلثان ورد ما أوسع العطاء لربنا الصمد آخرهم دخولا العصاة من نجا من النار بفضل ذي المنن أكثر أهلها أولو الفقر كذا الضعفاء هم خيار من حذا وكل من يدخل جنة العلا برحمة الإله جل وعلا أكثر من يدخل في النار غدا من غير أمة النبي المقتدى ومن يمت غير موحد فقد أبد في النار بضيق ونكد ولا يخلد العصاة بل إذا عذبهم حين نجوا من بعد ذا ثم إذا استقر كلهم لدى دار له فالموت يذبح فدا نتيجة الإيمان بالآخرة أن يبعث الأمة للإنابة والزهد والصبر على المشقة والجد في الخير والاستقامة.